السلام عليكم. صار لي استخدم الايفون 12 برو 5 اشهر كامله وقدرت احافظ على صحه البطاريه 100%. تخيلوا 100% 5 اشهر استخدام. للعلم السنه اللي طافت كان عندي ايفون 11 برو بنفس الفتره نقص الى 96%، في النهايه بعته وهو 92%. والسبب اني غيرت اعدادات داخل الايفون 12 اللي عندي وطريقه شحني اختلفت تماما. فاليوم قررت اسوي لكم فيديو اشرح لكم الخطوات وبكل بساطه كيف تقدروا تخلوا عمر البطاريه يدوم طول اليوم وصحتها تدوم لعده سنوات. لكن قبل أن أبدأ، لو كنتم من عشاق الآيفون فكروا في الاشتراك في القناة، لأن دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات وأتوقع محتوى القناة يعجبكم. وطبعا هذا الشيء راح يدعمنا لهدفنا لهذه السنة أن نوصل 1,000,000 مشترك قبل نهاية 2021، وأتوقع ما بتقصروا ويانا. خلينا ندخل في التفاصيل. علشان أطول عمر بطارية الآيفون سويت خطوتين بسيطات جدا. الخطوة الأولى تغيير بعض الإعدادات في الآيفون، الخطوة الثانية طريقة شحني للآيفون. الإعدادات هي كالآتي: أولا ليش سويتها؟ سويتها لأن عمر البطارية الافتراضي في الآيفون هي 500 دورة، بعد 500 دورة تبدأ تتناقص بشكل تدريجي لأن داخل البطارية مواد كيميائية تحترق مع شحنها. فإذا قللنا عملية الشحن راح تستمر البطارية لعمر أطول. فهذه الإعدادات هي كالآتي: الخطوة الأولى تتأكد أن التطبيقات ما قاعدة تحدد موقعك، لأن تحديد المواقع من أكثر الأشياء اللي تقلل من عمر بطارية الآيفون. الطريقة كالآتي: نسير الإعدادات، بعدها الخصوصية، بعدها خدمات الموقع، ونشوف التطبيقات. سبق وتكلمت عن هذا الموضوع يمكن 10 مرات في هذه القناة. إلغوا التفعيل الدائم لأي تطبيق إلا للضرورة القصوى، وخلوه فقط خلال الاستخدام أو مرة واحدة، أو إلغوا إذا كان مش التطبيق مهم وما تحتاجه أصلا يستخدم الموقع. اتأكدوا من هذه النقطة لأنها تستهلك طاقة كبيرة. النقطة الثانية: نقلل من التنبيهات للتطبيقات وللجروبات ولمواقع التواصل الاجتماعي. ليش؟ لأن إذا التلفون قاعد يشتغل يستلم تنبيه ويبند، يشتغل يستلم تنبيه ويبند، هذا راح يستهلك من طاقة الآيفون بشكل كبير، لحد 30% من عمر البطارية فقط استلام تنبيهات. فإلغوا استلام التنبيهات. في الواتساب أنا شو مسوي؟ صرت الإعدادات في الواتساب، بعدها في التنبيهات لغيت أي تنبيه من الجروبات، لأن أنا ما أحتاج أستلم تنبيهات للجروبات، فقط للأشخاص، لأن هناك الأشياء الضرورية. أما في الجروبات معظم الوقت يكون سوالف أو فيديوهات وصور ما له داعي إني أفتحها في هذه اللحظة، هذه أفتحها في وقت آخر. ونفس الشيء لما أستلم أي تنبيه ما أحتاجه، ما يحتاج إني أسير الإعدادات، كل ما علي إني أضغط هنا بطريقة مطولة، أضغط 3 نقاط وأسوي له turn off للتطبيقات اللي ما لها داعي إطلاقا. النقطة الثالثة هي تفعيل الوضع الليلي في الآيفون. الآيفون علشان يضيء الشاشة يحتاج طاقة كبيرة، فإذا كان لونها داكن أو أسود راح يستهلك طاقة أقل من اللون الأبيض، فتفعيلها بشكل دائم مثالي جدا. لكن في أشخاص ما يحبوا اللون الأسود، فنقدر نختار تلقائي من خلال الذهاب للإعدادات وشاشة العرض والإضاءة. إذا عادي عندكم اللون الأسود خلوه داكن والتلقائي ما تفعلوها. إذا كان عندكم مشكلة مع اللون الأسود نقدر نخلي اللون الأبيض يكون في الصباح واللون الأسود في المساء، وبكذا تخفضوا 50% من استهلاك الطاقة من ناحية شاشة الآيفون. والتغيير الأخير اللي غيرته في الإعدادات في الآيفون علشان أحسن البطارية هو تحديث التطبيقات في الخلفية. لغيته من خلال الذهاب إلى الإعدادات، بعدها عام، وبعدها تحديث التطبيقات في الخلفية. هنا أنا وقفته تماما لأن راح يخلي التطبيقات يشتغلن في الخلفية، ينزلن الأخبار، ينزلن التفاصيل، وانت ما لك حاجة، يعني معظم الوقت ما تحتاج هذه الخاصية وتستهلك طاقة من 20 إلى 25% من طاقة الآيفون، فبكذا راح توفر كثير. بعد ما غيرت الإعدادات داخل الآيفون، الشيء الثاني اللي سويته غيرت طريقة شحني. شحن الايفون المتعارف عليه السريع للايفون 12 مثلا 20 واط، انا الحين اشحنه ب 5 واط فقط، 4 مرات اقل من الشحن السريع، واللي هو عن طريق الشحن اللاسلكي. وانا ارقد احطه على الشحن اللاسلكي وراح يشحن ببطء لبداية الصباح،
وبكذا بدل ما يشحن بسرعة 20 واط لثمان ساعات طول الليل، الحين راح يشحن ب5 واط. الشيء الثاني اللي سويته واللي هو مهم جدا لتحسين عمر البطارية واللي هو الذهاب إلى الإعدادات، بعدها البطارية، وبعدها راح تحصل خيار هنا في حالة البطارية شحن البطارية المحسن. هذه الخاصية ذكية جدا، راح تعرف متى تنام، متى تقوم، كيف تستخدم الآيفون، وبكذا راح تشحن لك البطارية بطريقة ذكية. على سبيل المثال، أنت مركب شاحن 20 واط الساعة 11 في الليل وراقد، لما توصل الساعة 3 ويوصل تقريبا 80% مثلا، راح يوقف يقول لحظة، هذا الريال راح يقوم الساعة 6 الصباح، أنا ليش أخليه فل الساعة 3 الصبح أو الساعة 2؟ راح أخليه يصير فل قبل لا يقوم بربع ساعة. من خلال شحني للآيفون ببطء راح ينشحن الآيفون ببطء في الوقت اللي أنت نايم فيه، وأول ما تصحى هذيك الحين قبل بشوي راح يضرب 100%. فبكذا راح تحسن من حالة بطارية الآيفون بشكل كبير. فباختصار، علشان تطول عمر بطارية الآيفون بشكل يومي وعمرها الافتراضي، كل ما عليك أنك تعدل الإعدادات اللي ذكرتها، بالإضافة أنك تفعل شحن البطارية المحسن، ولما تبغى تشحنها حاول قدر المستطاع اشحنها بالشحن اللاسلكي. إذا ما قدرت أو كنت مستعجل في فترة من الفترات في أحد أيامك، عادي استخدم الشحن السريع، ما في أي مشكلة، لكن بشكل دائم وبدون تفعيل الشحن المحسن، وخاصة إذا تشحن أكثر من 20 واط راح يأثر على عمر البطارية الطويلة الأمد. حطوا لنا لايك إذا عجبكم الفيديو. شكرا وأشوفكم على خير.